في إيطاليا وتحديدا في العاصمة روما عادت فعالية هذه البحرين لتنشر رحيق رسالتها، ولكن بطريقة مختلفة. هذه المرة اختارت أن تكون لغة التعبير ممزوجة بألحان بحرينية تفوح منها رسائل دافئة تنم عما تعيشه مملكة البحرين من تآلف بين جميع الأديان والمعتقدات. في هذه الليلة استطاعت البحرين أن تجمع الجميع من مختلف الجنسيات والأديان والمعتقدات في روما على الفرح. الفرح لم يقتصر على ذلك، ولكن بتخصيص مقعد في أعرق جامعات إيطاليا باسم جلالة الملك المفدى، وذلك من أجل أن يكون التعليم هو المنطلق لتعليم التآلف والتعايش بين الجميع بطريقة أكاديمية. اتفاقية جدا مهمة حقيقة. أولا هي مع جامعة من أعرق الجامعات الأوروبية والإيطالية، جامعة تأسست منذ عام 1300، جامعة ينتمي إليها ما يزيد على 100,000 طالب. هذا وقع حدث عظيم جدا في أوروبا وخاصة في إيطاليا، وجود الإيطاليين، وجود هذا المجتمع الذي يتعرف على مجتمع البحرين، يتعرف على مكونات البحرين، يتعرف على مختلف الديانات وتعايشهم، هو مندهش منبهر. أشكر ملك البحرين، شعب البحرين شعب طيب جدا. أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا، وأقدم شكري لملك البحرين. أشعر بأنه من المهم أن يكون هناك تعايش بين كافة الأديان واحترام كافة التنوع الثقافي، وهذا ما نجحت فيه مملكة البحرين. على الجبهة الأخرى كان هناك تعريف آخر لمملكة البحرين وبإنجازاتها، فمعرض هذه البحرين والذي جمع تحت مظلته كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعريف بما وصلت إليه المملكة من تقدم ونهضة في كافة المجالات. أعتقد أن هذه الفعالية تعبر عن تعايش والتقبل الفرد للآخر في بلد مثل البحرين، وهذا مهم بالنسبة لسمعتنا. النتائج التي تم تحقيقها في ريو اليوم تم إبرازها لجميع مرتادي المعرض، وأغلبهم كانوا يعني جايين وعارفين لما يجون للأولمبية، عارفين أن البحرين حققت نتائج في أولمبياد ريو، وكانوا يشيدون بالتطور الموجود. احنا سلطة تشريعية ويجب أن نكون نتواجد في هذا المعرض، وطبعا دعم لمملكة البحرين، وبالأخص اليوم احنا حاضرين هذه الفعالية التي يعني دشنها المشروع صلاح جلالة الملك، واحنا اليوم شفنا طبعا ان التسامح بين الأديان موجود، والأصداء هنا في روما اعتقد ان الكل يشيد فيها. من الجميل في بلد البحرين وفي ظل قيادة جلالة الملك المفدى هو ضمان الأمن لممارسة حرية الشعائر الدينية لمختلف الديانات من غير أي خوف. رسالة هذه البحرين نجحت وبقوة في إيصال رسالتها في روما. الأصداء خير دليل، والصورة تتحدث عن نفسها. أعلام البحرين بأيدي أهل روما ترفرف، وصورة جلالة الملك المفدى ذلك الإنسان الذي رسخت أعماله الإنسانية في أذهان الجميع. في الوقت الذي يزرع فيه البعض براثن الحقد والكراهية في الأرض، نجد بأن مبادرة جلالة الملك المفدى قد أضاءت سماء روما اليوم، وأدخلت الفرحة على قلوب الكثيرين. من العاصمة الإيطالية روما، سهير عصفور لمركز الأخبار.